السلام عليكم. مشويات الشيف الطاجزة معطينا خصم لمدة 9 أيام 20% على كامل المنيو السفري والمحلي، اللحوم المستخدمة عن عامي بلدي بشكل يومي. أيضا عندهم فرعين في الرياض، هذا فرع مخرج 5 امتداد الدائري الشمالي قبل تقاطع الملك فهد، والمركز المالي يجيك على اليسار، أعتقد الموقع واضح جدا. عندهم فرع في حي السويدي الغربي مخرج 27، العرض في جميع الفرعين بإذن الله، الأصناف والأطباق وجميع التفاصيل في السنابات القادمة إن شاء الله تبارك الله. هذا الفرع من الداخل، طبعا في جلسات مفتوحة وفي جلسات مغلقة مناسبة للعوائل. الخصم 20%، استخدام كود الخصم M20 يخصم لك هالخصم لمدة 9 أيام في الفرعين، سواء هالفرع أو فرع مخرج 27. اللحوم المستخدمة نعيمي بلدي. ندخل الآن ونشوف الأصناف اللي عندهم. أيضا هذه ما هي بأول ولا ثاني ولا ثالث مرة أجيهم، سبق وجربتهم عدة مرات. أسعارهم ممتازة على الجودة اللي عندهم، وحاليا الخصم اللي موجود 20% تصير جودة، أيضا أسعار جدا مناسبة، فقط لمدة 9 أيام إلى تاريخ 29/8. إن شاء الله تبارك الله. هنا الشيف طارق هو المختص في جميع المشاوي اللي تطلع لكم في هالفرع. زي ما ذكرنا الشغل النظيف والجودة والسعر مع الخصم الجديد. قدامكم اللحوم زي ما ذكرنا، لحم نعيمي بلدي، أيضا الدواجن مبرد بشكل يومي. طارق وش عندنا هنا؟ الريش، الريش، شباب جبن، يا سلام، شباب جنجل، شوفه بالصوص بتاعه، يا سلام، زاد الصوص. عندك هنا المشكل، عندك شيش طاووق، عندك كباب اللحم ده نعيمي. جميل. الكباب اللحم نعيمي زي ما ذكرنا، نعيمي، والدجاج مبرد من الخصم اللي مدته 9 أيام جودة وسعر مبرد. وعندك هنا عرايس برضو لحم نعيمي، يا سلام، كل شغلنا نعيمي ما في شيء غلط أبد على الجودة الموجودة. تعال سفير، هذا وش أضفته هنا الآن؟ ده شاورما. هذا شاورما. شاورما هذا اللي بيصير في السيخ. أيوة تمام. يا سلام يا شيف، ما شاء الله الشغل النظيف واضح، ما يحتاج مشويات، ما يبيلها أي شيف، يبيلها شخص مختص. يا سلام. يا سلام. عندهم في الفرع مخبز خاص فيهم، مخبوزات كلها فرش. زي ما نلاحظ ونشوف هنا، يطلع الخبز من المخبز وعلى طول دايركت يصير محشي، الدجاج والبطاطس، ايضا البقدونس وصوصاتهم الخاصه، الشغل مرتب. يا سلام. الله عليك. لا يفوتكم الخصم اللي مدته 9 أيام فقط. من الطلبات جهزت، ايضا الفواتير مباشرة، صحون التقديم، أيضا الطلبات تنزل لك حارة على طول. هنا ما شاء الله الحميص جاهز، هنا الكفتة بالجبن، أيضا هنا بالطحينية على المحلي على طول. الخبز زي ما ذكرنا فرش من مخبزهم مباشرة. هنا سيخ الشاورما صار جاهز، عندكم هنا كباب باذنجان، خلطة الشيف والريش وجميع الأطباق، عندهم مشوية. هذا جزء من الطلبات موجودة عندهم، عندهم منيو كامل ومتكامل.
الله تبارك الله. تشوفون كل هالأطباق اللي على الطاولة، هذا جزء بسيط من اللي عندهم في المنيو. أيضا كل اللي موجود هنا في الطاولة فقط 200 ريال، جميع الأطباق، الرياش، الكفتة بالجبنة، المشكل، المشاوي، شيش طاووق والكباب، العرايس، المقبلات، كباب باذنجان، الحميس، البطاطس، الطحينية، الكفتة، أيضا صيخة الشاورما، الشاهي عندهم، عندهم منيو للعصيرات، ما شاء الله تبارك الله متخصصين. وزي ما ذكرت الجودة عندهم طيبة، والأسعار مع كود الخصم أسعار على الجودة ممتازة جدا جدا جدا. مدة 9 أيام 20%، لكن لازم تستخدم كود M20 مباشرة عند الكاشير، تقول له من متابعين ماجد وهذا الكود، صور سنابة أي سنابة عندك ورى الكاشير، الله يجعلها بألف عام. هناك جلسات العوائل، في جلسات تاخذ 8 أشخاص 9 أشخاص، في هنا المحلي، أيضا في السفري، وكود الخصم فقط، صور الشاشة على أي سنابة ودها للكاشير وخصم 20% لمدة 9 أيام إلى تاريخ 29/8 في فرع مخرج 5 حي المروج، الفرع الجميل جدا، الله يوفقنا وإياكم. زي ما ذكرنا أي سنابة فيها صور الشاشة وروح للكاشير ورى سناب الخصم مباشرة، ينزل على الفاتورة 20% على جميع الأطباق سفري أو محل. مشويات الشيف الطاجة متوفرة عندهم، البوفيه المفتوح من المشاوي وأطباق كثير، الحفلات الخارجية، الشواء الخارجي تتواصل معهم على الرقم هذا، يجونك في مكانك، قمون بالواجب وزيادة، هذه أرقامهم واضحة قدامكم. هذا المنيو للحفلات الخارجية، منيو كامل فيه جميع الأطباق الموجودة، السلطات، المقبلات، السمبوسة، الكباب، المشاوي، الدجاج الكريسبي، قائمة كاملة، حتى الحلال، كنافة، القشطة، أم علي، أيضا حمص، متبلة، سلطات السيزر، سلطة الفواكه، الصور قدامكم ما شاء الله تبارك الله، عندهم استعداد تام للحفلات بالشكل اللي تحتاجه، حتى البقلاوة كلش كلش موجود عندهم، وهذا رقم التواصل معهم. مجرد ترفع الشاشة، هذا سناب مشويات الشيف الطازة، رفع الشاشة وضيفهم يصورون الوجبات اللي عندهم، شغلهم بشكل يومي ولحظي. مشويات الشيف الطازجة متواجد في تطبيقات التوصيل، سواء مرسول أو هنجر ستيشن أو جاهز أو ذا شيفز، تخير كل تطبيقات التوصيل تقدر تطلب من مشويات الشيف الطازجة وتوصلك إلى باب بيتك.